ما تقفل بس معايا، احنا كنا عملنا حملة على الملاهي الليلية، الكباريهات اللي في العمارات السكنية، قفلوا لك البتاع ولا لسه اللي تحت؟ اللي تحت لا لا، البيت. زي ما هم زي ما هم كلهم معقول؟ يعني. انا مش عايز اخص ده بالذكر يعني، عشان ما نظلمش حد، بس انا ليا رايي في الموضوع ده يا استاذ وائل اذا كان عندي وقت يعني. اتفضل اتفضل. الجماعه دول اللي عملوا هذه الملاهي في العمارات دول انفقوا على هذه الملاهي يعني، استاجر المكان ودفع فلوس وعمل ديكور، صرفوا ملايين عشان يجملوا المكان، لان معظمهم واخدين جراجات يعني. انا الملهى اللي تحت بيتي ده كان جراج العماره، فعشان يحولوا الى ملهى ليلي او استيريو انفق ملايين عشان يجملوا ويجعلوا. فدول ناس صرفوا وعندهم عماله بتكسب من هذا، فما ينفعش مره واحده نيجي نقول لهم اقفلوا وطردوا بره الشارع، وزي ما حصل في الاخوه الشهداء اللي ماتوا في الملهى الليلي بتاع العجوزه ده. ما ينفعش كده قرار نقول لهم اقفلوا وطردوا بره الشارع وانت اخسر ملايينك والعماله دي تتشرد في الشوارع. انما هو اللي ينفع ان احنا ناخد ارض في صحراء اكتوبر ونقسمها ونقول يا جماعه احنا قسمناها وكل واحد يجي ياخد 1000 متر على شرط في 3 شهور على اقصى تقدير تكون انشات المكان بتاعك واغلقت المكان اللي في وسط البلد. يبقى عملنا مدينه زي لاس فيجاس كده، مدينه ملاهي. اللي عايز بقى يتنيل على عينه يروح يسكر، يسوق بقى لغايه هناك ويخبط المشوار لغايه مدينه الملاهي دي، وزي لاس فيجاس كده تبقى مدينه مستقله بعيده عن وسط البلد. يقوم يبقى في الوقت نفسه ما ضريناش الجماعه دول ولا ضرينا العماله، وفي الوقت نفسه بعد 3 شهور مهله يكونوا هم رحلوا من هذه الاماكن واستقروا في مدينه الملاهي دي، والمشكله اتحلت بالنسبه للطرفين. لكن طبعا الوضع في الملاهي الليليه زي ما هو، ولا حد اتحرك ولا حد عمل حاجه يعني. انا عازمك تيجي تسمع يعني. انا ده يعني بص، عدي عليا بعد ما وانت مروح كده الساعه 3 الصبح اسمعك شويه حاجات بتبقى صاحي يعني. طيب طبعا خلاص ان شاء الله نلتقي قريبا يا استاذ حسن، بتوجه لك بالشكر.